ومشاهدينا بنصب عليكم من جديد، وزي ما تحدثنا ببداية استعراض فقراتنا عن أهمية التدريب وقديش عملية التدريب هي عملية مستمرة وبيحتاجها كل شخص، سواء مهما كان معه شهادة من بكالوريوس من ماجستير حتى دكتوراه، وهي مهمة لجميع المجالات وأيضا في القطاعين الحكومي والخاص. للحديث أكثر عن أهمية التدريب، أنواع التدريب، استراتيجية اللي بيحتاجها التدريب، معنا اليوم الدكتور عطلة أشرعة، وهو خبير في الموارد البشرية وفي التدريب. صباح الخير دكتور، يعطيك الف عافيه. طبعا يعني احنا الواحد زي ما بيقولوا بخلص توجيهي وبيدرس بكالوريوس وماجستير وممكن انه كمان يدرس دكتوراه، لكن التدريب دائما بيحتاجه حتى يتعرف اكثر على النظريات، على العالم شو بيصير حوله، حتى يمشي مع التطور اللي عم بيحدث. بدايه طبعا حضرتك كخبير ومعك دكتوراه في هذا الموضوع، بدنا نعرف اكثر قديش مهم التدريب لكل الاشخاص الموظفين حتى يقدر ينتج الموظف بطريقه فعاله. نعم سيدتي، بداية أتقدم بالشكر للتلفزيون الأردني ولك على استضافتي في هذا البرنامج المميز والرائع والذي يقدم المعلومة الهامة والمفيدة للمشاهد الكريم. عندما نتحدث عن التدريب نحن نتحدث عن موضوع هام جدا من أنشطة إدارة الموارد البشرية، هذا النشاط الذي يقوم على تزويد الموظفين بالمهارات الأساسية. طبعا احنا دائما نتحدث عن التدريب نقول تزويده بالمهارات أولا، ثم تزويده بالمعارف التي يحتاجها هذا الموظف، ومن ثم تزويده بالسلوكيات أيضا التي ترغبها المنظمة، وبالتالي يعمل التدريب بالدرجة الأولى على زيادة أداء العاملين ونجاح هؤلاء العاملين في أعمالهم، وبالتالي طبعا نجاح العاملين يؤدي إلى نجاح المنظمة. طبعا التدريب قد يؤدي إلى فشل بعض المنظمات، لأنه احنا الآن نهتم بعملية الاستثمار بالموارد البشرية وتدريبهم وتطويرهم. هناك طبعا لا نستطيع أن نقول بأنه القطاع العام مثلا له يجب أن يولي التدريب أهمية كبيرة، أو نولي أنه القطاع الخاص، القطاع العام والقطاع الخاص يعني يحتاج إلى تدريب الموظفين. بالدرجة الأولى يجب أن يكون هناك اهتمام كبير جدا من قبل الإدارة العليا لموضوع التدريب. يعني قد أقول يعني بأنه التدريب نوعا ما مظلوم في توفير المخصصات والموازنات اللازمة لهذا النشاط الهام، بالتالي يجب أن يكون هناك دعم من الإدارة العليا، إيمان منها، التزام من الإدارة العليا بأهمية هذا النشاط في المنظمات كافة، وبالتالي إذا آمنت الإدارة العليا بالتالي راح يكون عندنا نشاط تدريبي ناجح واستراتيجية واضحة للتدريب. الآن ما هو موجود في المنظمات المعاصرة بشكل عام بأنه هناك أصبحت التدريب له استراتيجية معينة، أي تفكير استراتيجي للتدريب. في السابق كان نشاط تدريب عادي ولا يهتم فيه الكثيرين، لكن الآن بدأت المنظمات تعرف بأنه هذا النشاط بيجيب لها دخل، لأنه أنت الآن لما أنت تبدأ في تدريب موظفينك، موظفك بيكون قادر على التعامل مع العملاء، بيكون قادر على منافسة الشركات المنافسة سواء كانت محلية أو عربية أو أجنبية، وبالتالي أنت بتكون متقدم. أنت الآن في ممارسات مثلى اللي هي بيست براكتس الموجودة على مستوى المنظمات العالمية، بدك تنقلها أنت لمنظمتك، لا تستطيع أن تنقل هذه الممارسات المثلى إلا عن طريق التدريب، تدريب الموظفين على التعاملات المختلفة، كيف يتعامل مع الآخرين، كيف يقدم أفضل مهارات الاتصال، التعامل مع الآخرين، أمور كثيرة جدا للموظفين. يعني نعم. دكتور تأكيدا على كلامك، يمكن الكثير من الأشخاص ما بيعرفوا قديش أهمية التدريب، لكن الشركات الكبيرة سواء عم نحكي عن القطاعين العام والخاص تولي التدريب اهتمام لدرجة انه بتخصص لهم موظفين خاصين بالتدريب واقسام خاصة بالتدريب حتى يعرف الموظفين شو عم يدربوا. هلا اذا بدنا نحكي عن انواع التدريب، يعني يمكن للتدريب انواع كتير كبيرة، وكل شركة يعني بتاخذ التدريب اللي بخصها او اللي بلائمها، اذا بدنا نعرف من خلال حضرتك اهم انواع التدريب. انواع التدريب عديدة، الان القطاع العام يعني ما نواجهه صراحة في القطاع العام هو نوع من انواع الضعف، بحيث انه الموظف يحتاج إلى التدريب إذا احتاج إلى الترقي على سبيل المثال، إنه ممنوع أنت تطلع مثلا في القطاع العام من درجة إلى درجة إلا إذا أخذ دورة مثلا في القيادة العليا، وبالتالي يسعى إلى هذه الدورة التدريبية من أجل الترفيع. لكن في القطاع الخاص يعني الأمور منظمة أكثر بكثير، طبعا في ممارسات أفضل من الأردن يعني في بعض الدول، وهي يعني دول متقدمة تولي عملية تدريبية أهمية كبيرة.
هناك طبعا أول نقطة مهمة جدا في التدريب هي تنوير الموظف الجديد، احنا بنسميها عملية تنوير وتهيئة، لأنه هو بفوت على يعني مثل بفوت على غرفة مظلمة أو مكان ضبابي لا يعرف أي شيء. أول شيء يجب أن يكون التدريب لهذا الموظف الجديد بحيث أنه الآن نبدأ في تزويده بكافة الأمور الأساسية عن خططنا، عن عملائنا، عن تعاملنا الخارجي، عن منظمات المنافسة لنا وبالقطاع العام طبعا، عن المواطنين كيفية التعامل معهم، أسلوب التعامل معهم، مهارات الاتصال، التعامل مع الآخرين، كل هذه الأمور كلها كباكج كامل الآن بنعطيها للموظف الجديد، وهذا عملية تهيئة وتنوير لهذا الموظف، وهذا أهم بجزء من أهم أنواع التدريب. أيضا الترقي والنقل، أي أنت لما تنتقلي من مكان إلى مكان أنت المكان الآخر لا تعرفي شيء فيه، وبالتالي يحتاج إلى التدريب. نعم، الأخلاق الحميدة، مهارات الاتصال، التعاملات المختلفة، يعني كثير من الأمور يحتاج الموظف للتعامل فيها، الصدق، الأمانة، كل هذه الأمور يجب أن يكون هناك تدريب على أخلاقيات الوظيفة للموظفين. طبعا أنواع التدريب عديدة، لكن احنا نتحدث بشكل بسيط، هذه أهم الأنواع الرئيسية. نعم، للتدريب من أنواع المهمة اللي تفضلت فيها كمان زي ما تفضلت، اللي هي التدريب على خلينا نقول يمكن الاتيتيود أو الأخلاق زي ما تفضلت. نعم، لأنه نعم، يمكن نعم. دائما بيركزوا على الإنتاج وعلى العمل والتدريب المهني، لكن التدريب بهذا المجال كتير مهم، لأنك طبعاً انت لما مهم جداً بتقابل خصوصاً أشخاص. نعم، كتير مفروض أنك تكون إنسان ودود، إنسان تتعامل بطريقة كتير لطيفة حتى يرجع لك هذا الزبون أو يرجع لك حتى يقدر يأخذ الخدمة منك. نعم، التعامل مع العملاء بالقطاع الخاص هو بيجذب فلوس بالنهاية. صحيح. يعني احنا الآن لما تدخل على سبيل المثال إلى بنك وجدت هذا الموظف مثلاً بتعامل بطريقة غير ملائمة معك، مباشرة أنت ممكن تنقل حسابك من هذا البنك إلى بنك آخر. صحيح. فتخيل انه الاف من الاشخاص يقوم بهذا الاجراء، خاصة المنافسة نعم، عالية يعني والمنافسة شديدة. صحيح. نعم. صحيح. بالقطاع العام احنا بنحكي عن خدمة مواطن، وبالتالي المواطن يجب ان يكون ينظر اليه ليس كمواطن، كزبون الاصل يعني عميل، وبالتالي يجب ان يتم خدمته بافضل طريقة ممكنة، بعيد عن الكشرة، بعيد عن باي طريقة تحكي معه غير مناسبة، الاصل انك تحترمه، تتعامل معه بطريقة اخلاقية، تتعامل مع موظفك زميلك، تتعامل مع مديرك ايضا، المدير المسؤول. صحيح. يجب ان يتعامل مع موظفه بطريقه مناسبه وملائمه. نعم. طب دكتور عطا الله، يعني احنا كنا يمكن عم نوجه حديثنا اكثر للادارات العليا حتى تقتنع بموضوع التدريب وتولي اهميه زي ما تفضلت. استراتيجيات التدريب، يعني مرات كثير بنشوف انه احيانا بديش اعمم، لكن مرات بيكون في دورات تدريبيه بيوضعوا فيها موظفين، هاي الموظفين ما بتروح على هاي الدوره التدريبيه لانه بتعتبر انه هاي الدوره التدريبيه ماخذينها من قبل، ملتحقين فيها، المعلومات بالنسبه لهم معروفه، في تفاوت بين بالمؤهلات بين الموظفين اللي عم بياخذوا هاي الدوره. شو الاستراتيجية اللي لازم تاخذها بعين الاعتبار الإدارة العليا حتى يكون التدريب نافع ويعني يعطي الأهمية اللي مفروض أنه يعطيها؟ سؤال جميل وهام، وهذا هو مربط الفرس يعني في عملية التدريب. الأصل أنه بالبداية يكون هناك عندنا استراتيجية واضحة للتدريب، يعني عندنا الخطة العامة للمنظمة سواء كانت وزارة، شركة، مؤسسة، مهما كانت، عندنا الخطة العامة يجب أن ننبثق عنها خطة الموارد البشرية، وخطة الموارد البشرية مجموعة من الخطط منها استراتيجية التدريب، إذا تناغم بين كافة الخطط. الآن النقطة الرئيسية هي في عملية المرور بالمراحل التدريبية، ونقطة تحديد الاحتياجات التدريبية هي المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك صياغة البرنامج التدريبي، تنفيذه، تقييمه، ومن ثم قياس أثر عائد من التدريب، ونقل المعرفة المكتسبة أيضا من التدريب. إذا النقطة الرئيسية هنا في تحديد الاحتياجات التدريبية، وهنا أنا بشبهه للبناء، للأساس، أن بدك تبني فيلا أو عمارة، الأساس الرئيسي لها نعم هي تحديد الاحتياجات التدريبية، باقي البناء إذا لم تأخذ هذه يعني البداية بالطريقة الصحيحة راح يكون نعم بناء هش. الآن تحديد الاحتياجات التدريبية يجب أن يكون على أسس سليمة وأسس علمية تقتنع فيها الإدارة العليا بالدرجة الأولى، ومن ثم نبدأ في عملية تخطيط هذه الاحتياجات. يجب أن تقوم على ثلاث أسس رئيسية. أول شيء على التنظيم، يعني المنظمة الآن ما هي مشاريعها التطويرية؟ هل هناك أقسام ستفتح في المستقبل؟ شو خطة السنوية في السنوات القادمة؟ إلى آخره. إذن هنا التنظيم، إذن بناء على دراسة التنظيم احنا بنحدد ما هي الحاجات التدريبية. صحيح. نعم، في المستقبل. طيب. النقطة الثانية بناء على الوظيفي بغض النظر
عن شاغل الوظيفة. احنا الآن ما بننظر لشاغل الوظيفة نهائيا، ننظر إلى الوظيفة نفسها بناء على الوصف الوظيفي، ما هي المؤهلات، ما هي الخبرات، ما هي يعني المهارات التي يجب في هذه الوظيفة. بعد ذلك نأتي إلى شاغل الوظيفة نفسه بناء على تقييمه، كل موظف له تقييم في نهاية السنة أو نهاية كل 6 شهور بعض المنظمات، أو بعض كل 3 شهور حسب المنظمة وحسب اتجاهها. الآن نرجع للتقييم، إذا كان التقييم سلبي، مثلا أنا طابع عندي كانت ضعيفة في الطباعة، إذا تحتاج إلى دورات في الطباعة. موظف آخر مثلا ضعيف في اللغة الإنجليزية، إذا بحاجة إلى دورات في اللغة الإنجليزية. إذا مشينا في هذه الطريقة، تنظيم أول شيء بداية، بعد ذلك على الوظيفة نفسها بغض النظر عن شغل الوظيفة، ثم بعد ذلك إلى الموظف نفسه. الآن بالتعاون طبعا مع رئيس القسم المباشر والتعاون مع المدير، إذا الآن احنا بنصل لطريقة علمية في عملية تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين. هنا ما بيكون مثل ما هو صاير في بعض مؤسساتنا وزاراتنا للأسف، بأنه هناك ضعف واضح في عملية تحديد الاحتياجات التدريبية. موظف بكون راح الدورة بعد 3 شهور وله نفس الدورة، طيب أنا لما أروح دورة مرة ثانية 3 شهور، إذا أنا كأنه بحكي لمديري اطلع من عملك واخرج من هذا العمل فقط لغير لمدة أسبوع، روح طش غير جو وارجع للعمل بعد ذلك. نعم. أول شيء أنت ما راح تكون مستفيد، وكموظف يمكن إذا الموظف نزيه يرفض يروح لأنه عم بيعتبره مضيعة للوقت، وأيضا نعم. مضيعة لمصا يعني خلينا نقول مردود، أنت عم بيطلع الموظف هي على الفاضي يعني نعم. بدون أي فائدة مرجوة. نعم. وهذا الحديث يمكن احنا للاسف يعني ما بدنا نعمم، لكن القطاع الخاص ما بيعاني كثير منه، لانه يمكن ما بودي دورات تدريبيه الا اذا عارف قديش الموظف بده يعيد عليه مدخول. يمكن بنعاني فيها اكثر بالقطاع العام. نعم. او القطاع الحكومي. دكتور عطالله، بالنسبه للقطاع العام اذا بدنا نتحدث عن الدورات التدريبيه الخارجيه، هلا قبل شوي يمكن انت فتحت لي باب لهذا السؤال، اللي ممكن انه الشخص يروح لها في للخارج لاي دوله في العالم حتى ياخذ مثل هذا التدريب، قديش مهم هذا التدريب اذا اخذنا بعين الاعتبار طبعا الاستراتيجيه الصحيحه في عمله؟ نعم، اذا اخذنا احنا الاستراتيجيه الصحيحه في العمل يعني بدانا في عمليه تحديد الاحتياجات التدريبيه بالطريقه الصحيحه، راح يطلع الموظف المناسب، لكن احيانا احنا ما نجده في القطاع، وانا عملت في القطاع العام في وزاره تطوير القطاع العام كخبير فيها. صراحة شاهدت بعض المشاهدات بأن بعض الموظفين يخرج أحيانا إلى دولة معينة لا يتقن اللغة أولا، مثلا إلى بريطانيا ولا يتقن أي كلمة، يعني بين يس ونو يا الله بيعرف. صحيح. والآن يخرج إلى مثل هالدولة، طب كيف أنت راح تحضر مؤتمر أو دورة تدريبية أو تشارك في مثل هذا الشيء؟ الآن في حالة أنه إذا كنا حددنا احتياجات تدريبية راح يخرج الموظف المناسب. أحيانا هذا الموضوع حساس جدا بين طبعا القطاع العام والقطاع الخاص، طبعا احنا حكينا انه موازنة هي عبارة عن اموال تنفق، القطاع الخاص ما بخرج امواله الا كانت لها مردود حقيقي، لكن القطاع العام هناك ضعف في هذا الموضوع لانه عبارة احيانا تدخل فيها الواسطات والمحسوبيات للاسف. صحيح، وما في اصلا معيار انتاجية، يعني في القطاع الحكومي هو قطاع خدمات يعني نعم. اكثر من ما هو قطاع انتاجي، بالاضافة لي مش كل الوزارات يعني في تفاوت بين الوزارات. صحيح. نعم، تخيلي انت اختي العزيزة انك جالسة في مكتب معين وزميلتك امامك في نفس المكتب وانتم بنفس الوظيفة، أول مرة ذهبت في دورة مثلا إلى فرنسا، ثاني مرة دورة إلى اليابان، ثالث مرة دورة إلى الصين، وأنت جالسة أنت بتأدي العمل وهي بتأدي العمل، نفس المؤهلات نفس الخبرات، ممكن تكوني أنت خبرتك أكثر. راح يصير هنا بداية المنافسة بين الموظفين، العلاقات غير الطيبة، لأنه التدريب له دور أصلا في الراحة النفسية للإنسان، يعني رفع نعم الدافع، بعطيك حوافز، بعطيك نفسية، هي عبارة عن حافز باعتبار مادي أحيانا في وجود المياومة أو وجود الأموال خصوصا في السفر إلى الخارج. إذا أول شيء يجب أن يكون هناك عدالة بين الموظفين، هذا أمر أساسي جدا في العملية التدريبية، لأن هذه أموال تصرف من الدولة في القطاع العام، وبالتالي يجب أن يكون هناك عدالة للجميع، لكافة الأطراف داخل الوزارة أو المؤسسة أو الشركة حتى في القطاع الخاص. أيضا النقطة الأخرى، بكون أنت زميلتك أمامك في نفس القسم، تطلع على الدولة بترجع ما حد داري عنها، لا حد بيسألها شو رحتي شو عملتي، هذا خطأ راجع. نعم، هذا خطأ كبير جدا، يجب أن يكون هناك في التدريب حاليا مفهوم حديث مطبق في العديد من الدول، هو نقل المعرفة
المكتسبة من التدريب. يعني أني أنا تدربت في دولة معينة، أخذت مثلا أسبوع على سبيل المثال، هذا الأسبوع يجب أن ينقل إلى الموظفين بتفاصيله. بداية ممكن أعبئ طلب معين بأنه هذه الدورة كذا كذا، حصلت فيها على كذا، تم مناقشة المواضيع التالية إلى آخره. نعم، شو استفدت من هذه الدورة؟ بعد ذلك بجمع الموظفين المتساويين، يعني على الأقل اللي لك يقوم بنفس الوظيفة حسب حجم الوزارة. ممكن تجمع موظفي الوزارة كانوا عددهم قليل جدا، إذا كان قسم معين ممكن أنك تجمعهم إلى آخره. تجمعهم وبتلقي برزنتيشن فيهم، بتقدم فيهم، بتقدم لهم ماذا استفدت من هذه الدورة. تخيل الآن كأنه كافة الزملاء ذهبوا في هذه الدورة، سافروا فيها، إذا الاستفادة بتكون جميعية في هذا المجال. صحيح. يعني دكتور عطلة، موضوع التدريب يعني يطول شرحه، وهو موضوع فعلا إذا أخذ بعين الاعتبار بالطريقة الصحيحة ممكن أنه يعم بالفائدة على الجميع، وهي حلقة وسلسلة كتير طويلة. إن شاء الله بكون لنا لقاءات أخرى بنفهم نعرف أكثر منك عن التدريب وأهميته وأنواعه بشكل مفصل. اليوم أخذنا نبذة عن التدريب وأهميته. بدنا نشكر وجودك معنا دكتور عطلة شرعة، أكيد الدكتوراه في الموارد البشرية وخبير في التدريب، يعني موفق، ونتمنى على كل الأشخاص اللي حضرونا في الإدارات العليا أنهم يهتموا يهتموا بموضوع التدريب وياخذوا النقاط اللي حكيناها بعين الاعتبار. شكرا لحضرتك، شكرا لوجودك معنا. ومشاهدينا، فاصل قصير وعودة لاستكمال فقرات يوم جديد مع زميلة سمر. أكيد خليكم معنا بعد الفاصل.